اللهم صل على محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، في كل يوم 1000 مرة. مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام، فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. والروايات كثيرة ومتعددة في طريقة وفاته، ولكن وصلت إلى ساعة أن نبي الله قد وافته المنية. وما زال سليمان يعطينا العبر والعظات ويزيدنا إيمانا بالخالق. فانظروا معي إلى هذه الكائنات المسخرة بأمر الله عز وجل، هذه الجن والشياطين والزواحف والطيور والريح، كل هذه الآيات الربانية لتدل على عظمة الخالق عز وجل لا عظمة المخلوق. فعليك سلام الله يا سليمان الحكيم. وها هو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، أعاد سليمان عليه السلام بناءه، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ليظل هذا المسجد علامة فارقة في حياة كل المؤمنين، الكل يحبه وتهفو إليه روحه. فسلام الله عليك يا سليمان الحكيم. وحتى لا ننسى معجزات سليمان، هذا هو وادي النمل الذي أمنه سليمان ولم يمر عليه بجيشه، معجزة إلهية عظيمة أن يسمع سليمان صوت النملة وهي تنبه باقي النمل لقدوم جيوش سليمان، معجزة يجب ألا ننساها أبداً. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وحتى لا ننسى معجزات الله في نبيه سليمان، هذا هو البحر وهذه هي السفن وهذه هي الريح المسخرة، إنها قدرة الله العظيمة الذي يقول للشيء كن فيكون. وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. وحتى لا ننسى ما فعله نبي الله سليمان في الحكم في الطفل بين المرأتين، ونرى عدله وحكمته وقضاءه بالحق. أعاد سليمان الحق لأصحابه والطفل إلى أمه. حتى لا ننسى ما فعله سليمان الحكيم عليه السلام. ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك. ولدي الحبيب. وحتى لا ننسى معجزات نبي الله سليمان، ألا وهي حديثه مع الطير وعلمه بنطقها، فهو آية من آيات الله في أرضه. وتفرغ سليمان للبناء، وانطلقت شياطين الجن تحفر الآبار وتقطع الحجارة من الجبال، وأصبح الناس في عمل دؤوب ونشاط. واخضرت الصحراء وأزهرت، وتجملت حياة بني إسرائيل. ولقد اهتم سليمان بجيشه وتسليحه، وأمده بالدروع وبالصافنات الجياد، صافنات الجياد، يعني التي وقفت من الدواب على 3 قوائم. لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر. فلقد مر سليمان بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء. بعدها رجع سليمان لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر. فلقد وصل إيمان سليمان لحق اليقين. وعاد الهدهد إلى سليمان ليخبره بما رأى من ملك بلقيس. أسلمت بلقيس ومن معها لله الواحد القهار. آمن قوم بفضل هدهد آية من آيات الله في أرضه.